صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنميه الاقتصاديه قرار رقم اثنين لسنه 2023 بتعيين عضو بمجلس اداره شركه ممتلكات البحرين القابضه جاء فيه يعين السيد خالد عمرو الرميحي عضوا بمجلس اداره شركه ممتلكات البحرين القابضه وتكون مده عضويته الى نهايه مده التشكيل الحالي للمجلس